خلينا نقلب اول وحده. بسم الله. ما شاء الله. مقلوبه مع الموزات والمكسرات مع الدجاج والمكسرات. بسم الله. يا سلام، شو هالالوان الحلوه وشو هالاكله الظريفه. نكهه ان شاء الله. شكلها بشهي والله يا شيخ. تسلم ايدك. خلينا نشوف اللي بعده. ماشي. احكي لنا عن هالطنجرة الجديدة. هي الطنجرة الجديدة هي لحمة موزات مع رز مبهر ببهارات خاصة بالسلطان. رز بازاليا مع الموزات. هاي الطناجر كلها اللي شفناها كل انا لو طلبت على البيت لعندي اي طنجره من هدول توصل لعندي دليفري. اي طنجره بتوصل لعندك دليفري وسخنه مثل النار. هي فيها اكله كثير بتحبوها اللي هي الفريكه. فريكه السلطان غير يا شيخ. فريكه السلطان ما لها مثيل. واستنوا جديدنا كمان ورق العنب مع الريش مع الشطات والكبده بلبن كمان بالطناجر.